أنت تعرفين ماما؟ المو طلع الثاني في سباق الأشجار. إيه، وكل أصحاب المو. ألو؟ ألو ماما؟ ها؟ ماما؟ ألو؟ ماما أنت تسمعين المو؟ ألو ماما؟ ألو؟ ماما؟ المو؟ ماما؟ المو؟ أعتقد أكو مشكلة بالخط، أعطيني إياه، خلي أشوفه. اجت الخط؟ لا لا، الخط بعد ما جاي المو. بس المو يريد يجرب ثاني مرة. ماشي. اجى الخط؟ لا. المو، اعتقد اكو مشكلة بالشبكة، خلي نجرب باكر الصبح. وهسه صار وقت نومتك، تمام؟ يلا. بس المو يريد يروح يا ماما. المو ما يريد ماما ما تكون موجودة. يعني شنو؟ افتهم من كلامك هسه المو حزين؟ حزين؟ شنو؟ ما تفتهم. هسه افهمك، لما تكون شغلة احنا ما نحبها ولما نشتاق الواحد نشعر بالحزن يا المو. مو بس انت، الكل يشعر بالحزن. بابا المو حزين، هو يا حزين يا بابا. بس المو ما يريد يكون حزين، ما يريد يكون حزين بابا. حبيبي يا المو، تعرف يا بابا ممكن نحكي لأحد لما نكون نحزن احنا حزينين، نحكي له عن حزننا وعن مشاعرنا بالضبط مثل ما تحكي معي هسه. مشاركة أفكارنا بتحسن من مشاعرنا علمو. بس علمو بعده حزين يا بابا. علمو يحس أنه رح يبكي. علمو يريد أمه. ماما. علمو حبيبي، خلاص لا تبكي. تعرف ماما، علمو ماما كانوا يسوون شخير قبل بناموا. أعرف يا المو. وأنت تقدر تسوين مثل ماما يا بابا؟ أكيد. فكرة حلوة. تعرف شغلة يا المو؟ شنو رأيك نلعب نفس اللعبة؟ بابا رح تسوي مثل ماما؟ طبعا، ليش لا؟ طيب بابا، أنا رح أعلمك. شوف. اسمع. ها؟ شاطر بابا. مع بعض يا إلمو. المو؟ بابا المو اللي هسه حزين بابا وضايج. المو، شنو رأيك نجرب طريقة ثانية يمكن يتحسن مزاجنا يا المو؟ شنو هو طريقة بابا؟ تعرف المو، لما أكون حزين أبدي أفكر بكل الأشياء اللي أحبها. الأشياء اللي تخليني أفرح وأكون سعيد من داخل. وهيجي أشعر بالتحسن. اسمع، شنو رأيك تفكر بشغلات اللي أنت تحبها يا المو؟ أشياء اللي تحبها المو؟ إيه، جرب فكر فيها. حاول فكر بأشياء اللي تحبها يا المو. سندويشة طيبة وطبلة، شمسية ملونة بفصل الشتاء، بس تطلع الشمس رح نغني أجمل الأغاني، ودائما قبل النوم أكو قصص من قبل بابا، رح أغني لدبدوبي قبل ما ينام. شوف القمر من الشباك
وهسا يا إلمو أنت فرحان. إلمو هوايا فرحان. شكرا ماما. حبيبي إلمو. تصبح على خير. وأنت من أهله يا إلمو.